بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم من وحي القرآن. نتحدث معكم عن العدل في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل وأمر به في كل شيء. قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل مطلوب في كل أمر، وأن تشهد بالعدل حتى ولو كان على نفسك أو الوالدين والأقربين، حتى مع الأعداء أن تنصف من نفسك، هذا العدل. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، هذا في سورة النساء. وقال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ماذا قال؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يحملكم بغض قوم على أنكم ما تعدلون معهم حتى ولو كانوا الأعداء، يجب أنك تعدل وأنك تنصف حتى مع عدوك. لذلك من علامات المنافق إذا خاصم فجر ولا يعدل. الله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى أنزل الميزان في الدنيا وجعل ميزانا يوم القيامة، لماذا؟ لإقامة العدل. فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. فلذلك الذي ينقص بالمكاييل والموازين ويطفف ولا يعدل فإنه ظالم ومتوعد بالويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، من أجل حظه ونصيبه يأخذ حقه كاملا. أما لما يوزن للآخرين خصوصا البايع، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون والعياذ بالله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كذلك خصوصا في مسألة الخصومات يجب العدل والإنصاف والاستماع من الطرفين. لا تحكم لطرف وأنت لم تسمع الطرف الآخر. لذلك داود عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى. داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلث الليل وينام سدسه. ابتلاه الله، بعث له رجلين على ملكين على صورة رجلين، اختبار من الله له. فقال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ دخلوا عليه في مكان عبادته في وقت لا يدخل عليه أحد. إذ تسور المحراب، إذ دخلوا على داود فقالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني تعدى أحدهم على الآخر. إن هذا أخي، تكلم الأول، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. يعني ضم نعجتك إلى 99، خلها ترعى معهم. داود لم يستمع إلى الطرف الثاني صاحب 99، إنما حكم مباشرة بمجرد أن استمع الطرف الأول صاحب النعجة. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ماذا قال الله؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. عاتب الله نبيه داود من أجل أنه لم يعدل في هذه القضية. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا ثم نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، بعد هذا الفاصل
ونواصل الحديث عن العدل في القرآن. الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في كل شيء، وإن حكمتم بينهم فاحكموا بالعدل والقسط. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال وأن احكم بينهم بالقسط أي بالعدل، وقال سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل مطلوب بين الزوجين وبين الجيران وبين المتخاصمين، القاضي مع خصوم من ترافعوا إليه، وهكذا في كل شيء حتى مع الأعداء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لا تميل إلى كفة دون الأخرى ولو كان من أقرب الناس إليك حتى لا تكون ظالما. والإنسان لو كان ظلم مثقال ذرة فإن الله عز وجل يأتي بها يوم القيامة. لذلك قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. العدل كذلك في الخصومات بين الناس، لو حكموك أن تحكم بينهم بالعدل حتى ولو كان مسلما وكافرا. كم من كافر أسلم بسبب أن حكم له بالحق والعدل مع خصمه المسلم، وهكذا. ويذكر في القصص ما حصل مع علي رضي الله عنه خصومته مع يهودي، فقضى شريح القاضي لليهودي فأسلم هذا اليهودي حينما رأى العدل في الإسلام وكيف أنصف هذا. فلذلك الإنسان ينصف حتى من نفسه. والله سبحانه وتعالى قال حتى في حال الشجار والخصام الذي يكون معك، لو إنسان سبك أو شتمك أو اعتدى عليك فإنك لا تزيد. قال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. فلذلك إذا إنسان سبك أو شتمك لك حق أن ترد. قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. مظلوم لك أن تنتصر لمظلمتك، وإن صبرت فهو خير لك، لكن لا تتعدى. إن تعديت كنت ظالما ولا يحق لك ذلك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، خلاص بالمقابل بالمثل. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة بمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن تقابل الإساءة بالإساءة والعقوبة بالعقوبة، هذا حق وعدل، لكن لو زدت في ذلك فأنت ظالم. كذلك يجب على الإنسان أن يعدل حتى مع نفسه، وذلك أن يقوم هذه النفس وأن يأطرها على طاعة الله ومرضاته وما يحب الله سبحانه وتعالى. هذا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فتعدل حتى مع نفسك، لا تظلم نفسك بالذنوب والمعاصي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حتى نفسك هذه لا تظلمها، لابد أنك تعدل معها فتزكيها بالإيمان والعمل الصالح. أما الذي يهمل نفسه فإنه قد ظلمها. لذلك ذكر العلماء من أنواع الظلم ظلم النفس، أن الإنسان يظلم نفسه. والله قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إما أن يظلم غيره أو يظلم نفسه يقصر في حقها، فهذا ليس من العدل. فاعدل حتى مع نفسك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. كذلك على الإنسان أن تكون ألفاظه دائما عدلا وحقا، حتى في المزاح لا يكذب ولا يتجاوز ويعتدي،
فيعدل. لذلك قالوا: يا رسول الله، لك تمازحنا؟ قال: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا. وهكذا يجب أن نكون منصفين عادلين في كل ما ولينا. فأسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. وبهذا أتينا على ختام حلقتنا، استودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.